يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم في اليوم الثاني أدرك أنه كان محتلم، فهل يعيد تلك الصلوات؟ نعم، كل الصلوات التي صلاها من غير اغتسال من الاحتلام من الجنابة فإنه يعيدها لأنها غير صحيحة. هذا إذا كان الاحتلام معناه أنه أنزل وخرج منه ماء، أما إذا كان أنه لم يخرج منه شيء فليس عليه اغتسال. قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا في الاحتلام. فالذي يرى في المنام أنه حصل منه جماع إن كان وجد شيء أثر خرج منه فإنه يغتسل، أما إذا ما وجد شيء خارج فليس عليه اغتسال. نعم.